من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأمور منها. أخا فايمر صلى الله عليه وسلم وقت را تات بيخ تات بحنا شتبو تارا غدو اجتماع الأمة لابد أن نجتمع ولا نفترق. تارا غدو ويتحجم مع تخلر ويبوصل نارا تحجم مع تخلر دبيقة تلوش لابد أن نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. وي غوش اختيت ديز بوخ وهينز بوصل نار فايمر تم صحاب شغوش اغمكيت ترتحن نكون أمة واحدة تحا أمة ويسير يولش نعبد رب واحد تحن دي الله عمو عبادة دي دوش نتبع نبي واحد عليه الصلاة والسلام تحن فايمر انت عويد تحضر يردوش قبلة واحدة تحقيب لتي وي شريعة واحدة تحشريعة تخيو ديز وي فلا بد أن نجتمع لا نفترق تحن وين تحضر غوشة تحن لتر ديقة تلوش